هنروح بقى لاخبارنا المحليه كده. خلصنا كل اخبار فرقنا المهمه، خلصنا متابعه ولادنا في المنتخبات، هنروح للريشه الطائره بقى محليا. الريشه الطائره اتحادها برئاسه الدكتور علي حسب الله بيستعد طبعا بشكل كبير لاستضافه النسخه الثامنه من بطوله مصر الدوليه، واللي المفروض هتتلعب 12 ولحد 15 اكتوبر اللي جاي، مو بمشاركه عدد كبير من الدول لانها موجوده على اجنده الاتحاد الدولي. طب بيستعد ازاي؟ من خلال ذهبيتان وفضيه حصيله مصر في المشاركه في بطوله بنين الدوليه الريشه الطائره. نجح لاعبه منتخبنا الوطني الريشه الطائره في حصد 3 ميداليات في بطوله بنين الدوليه واللي اتلعبت في الفتره من 7 حتى 10 سبتمبر اللي احنا فيه. تمام؟ طيب، وهتلاقي ادهم حاتم الجمال حقق ذهبيه الفردي بعد فوزه على الكيني براين كاسيري بنتيجه 2-0، وجت نتائج الاشواط كالتالي 21-11 21-12، اتضح التفوق الكبير. وكمان فاز على زميلته ضحى هاني بذهبيه الزوجي المختلط بعد فوزهم على الزوجي البنيني المكون من اوساند وزميلته فرنيلي بنتيجه 2-0، وجت نتائج الاشواط 21-9 21-12 بتفوق واضح للمصريين. اما الميداليه الفضيه فكانت من نصيب نور يسري بعد خسارتها بصعوبه قدام بطل جنوب افريقيا جوهانتا شولتز بنتيجه 2-1، وجدت نتائج الاشواط 17-21 22-20 و19-21، يعني فرق نقطتين في المباراه او الشوط الفيصل. اتحاد الريشه الطائره طبعا بيقوم بدور كبير جدا. معانا عبر الهاتف طبعا كابتن محمد كمال نائب رئيس الاتحاد. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك يا كابتن هيثم والساده المشاهدين. كابتن، يعني يمكن نتائج طيبه للريشه الطائره، وحضرتك دايما بتكون ضيفنا بصفة مستمرة، وكل الدعم لحضراتكم، شغل محترم، تخطيط. عايز أتكلم مع حضرتك عن بطولة بنين والاستفادات الفنية من هذه البطولة، خاصة أنها تأتي يعني في إطار الاستعداد المهم طبعا لبطولة مصر الدولية اللي هتتلعب في مصر إن شاء الله. طبعا أي نتائج دلوقتي في أي بطولات دولية أو بطولات أفريقية مهمة جدا، لأن إحنا في سنة التأهل لباريس إن شاء الله، سباق التأهيل، هنفضل مستمرين كده لحد 30/4/24 ونعلم بعد كده مين الفائز بالتأهل لباريس. فاحنا لحد دلوقتي ماشيين في الخطه المعتمده من اللجنه العلميه من الوزاره، معتمده من الاتحاد. الحمد لله رب العالمين بناخد خطوات كبيره جدا في التأهل. عندنا ادم بقى اول افريقيا بعد البطوله دي ان شاء الله، اول وفرق نقاط بينه وبين المنافسين التانيين. نور وضحى في سباق التأهل اول وثاني افريقيا، فده حاجه كويسه ان احنا بنسعى للتأهل في الفرديات. ادهم وضحى ونور وضحى في الفردي بنات، وادهم وضحى وادهم في الرجال. طب معايا يا كابتن؟ مع حضرتك. تمام. طيب احنا يعني دي بنين كان في استفادات كبيره، ايه الاستفاده اللي ممكن نستفيدها من بطوله مصر الدوليه، خاصه الاتحاد الدولي من قوه هذه البطوله تم اضافتها على الاجنده الدوليه، ايه اللي احنا عايزينه من ورا بطوله مصر الدوليه؟ احنا عايزين طبعا نقاط مصر الدوليه، بطوله كبيره من نقاطها كبيره جدا، بس هتبقى المشاركه قويه، ان طبعا ثقه مصر جاي لنا عدد كبير جدا من الدول، وصلنا لحد الان الى 27 دوله من اقوى دول العالم من اوروبا واسيا وتايلاند وماليزيا، واوروبا كلها جايه وافريقيا كلها جايه، فطبعا دي بطوله مهمه جدا بنستعد لها استعداد جيد جدا. ان شاء الله ناخد نقط فيها كويسه برضو في تاهل لباريس، وان شاء الله باذن الله لعبتنا على قدر المسؤوليه. وبعد بنين دي فرقوا فرق كبير جدا في الفوز بالميداليه الذهبيه في الفردي، ونور برضو وضحى قربوا جدا من الفوز من التاهل لباريس باذن الله. طب كابتن محمد، بعد بطوله مصر الدوليه ترى عندنا بطولات اخرى، هل الطريق لباريس؟ اتفضل يا كابتن. احنا عندنا اجنده قويه جدا، عندنا بطوله افريقيا للكبار برضو رجال وسيدات في القاهره ان شاء الله في فبراير، وده كان تخطيط الاتحاد ان احنا البطولات الكبيره جدا نجيبها في القاهره، ونجحنا نجاح تقديم ملف والفوز ببطوله افريقيا، فان شاء الله بامر الله نتاهل من مصر هنا في بطوله افريقيا، ان دي اعلى نقاط بقى، دي اعلى نقاط بتاخد حوالي 5000 نقطه، فتفرق عن منافسينك فرق كبير جدا. فده اللي احنا بنستعد ليه وبنجهز لعبتنا ليه في البطولات، بناخد يعني من البطولات الدوليه العدد اللي احنا عايزينه لحد ما نوصل لبطوله افريقيا ننهي بيها باذن الله في القاهره هنا. ان شاء الله فبراير يشهد تاهل لعبتنا لاولمبياد 2024. طيب كابتن، انتم تارجتين ايه او التارجت بتاع الاتحاد نتاهل بكام لاعب وكام لاعبه؟ يعني دايما اي اتحاد بيجي بيبقى ليه بلان خطه للاولمبياد. حضرتك انتوا كاتحاد مترجتين
ايه يتأهل او كم لاعب يتأهل للاولمبياد؟ احنا كنا ماشيين بثلاثه لعيب، نور وضحى وادهم حاتم، ده في الاسوياء، وعندنا في البره شيماء وياسمين. لحد دلوقتي الخطه ماشيه في الاتجاه السليم، ما شاء الله ان شاء الله نتأهل بالاثنين، باثنين من اللعيبه، وده التارجت اللي احنا كنا حاطينه لنفسنا، ان احنا نتأهل في الاسوياء باثنين وفي البره بادمنتون باثنين. طب كابتن، يعني مهم جدا اسال حضرتك عن التمويل، يعني الميزانيه، انتوا الدنيا معاكم كويسه؟ كل البطولات اللي جايه انتوا يعني مغطيين نفسكم يعني ماليا؟ لان دي طبعا احد يعني وظائف الاتحاد انه يغطي التكلفه والميزانيات بالمناقشه طبعا مع اللجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الشباب. انتوا الدنيا معاكم تمام في ناحيه الميزانيه والناحيه الماديه لتوفير المعسكرات دي للاعبين؟ والله لحد الان الدنيا ماشيه كويسه جدا، الوزاره يعني بسم الله ربنا يبارك فيهم كلهم، شكرا لمعالي الوزير برضه بالمناسبه من خلال حضرتك، هم بيدونا دفعات من باريس للتاهل، نخلص الدفعه نسويها ناخد غيرها. لحد الان الامور ماشيه كويس جدا جدا جدا، كل الخطه اتنفذت، كل البطولات رحناها، ما عندناش مشاكل في حاجه الحمد لله رب العالمين، جاهزين برضه ببادجت معين للعيبه للبطولات القادمه، ففي معسكر للاثنين لعيبه ادهم وضحى ونور، خارج ان شاء الله بنجهز له، بنتعامل مع الوزاره، الوزاره مش مأخره معانا في حاجه، دي حقيقه يعني. كل التوفيق ليك يا كابتن محمد وللاتحاد واللاعبين المصريين للتأهل 2024، وكمان تحقيق نتيجه كبيره للريشه الطائره في اولمبياد باريس 2024. كابتن محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصري للريشه الطائره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف. وزي ما قلت لحضراتكم في اتحادات ما بنلعبش فيها النادي الاهلي، ولكن واجبنا كبرنامج الابطال ان احنا ندعمها، ودي سياستنا ان دايما كل من هو مجتهد وبطل اكيد ليه مكان معانا في برنامج الابطال.